السلام عليكم. زار وزير الأشغال العمومية السيد الخروخ مشروع طريق السيار الذي يربط 5 مليانة بمدينة برج بوعريريت على امتداد 270 كيلومتر، حيث أشرف على تدشين جزء من هذا الطريق السيار واللي يربط بين مدينة 5 مليانة ومدينة البرواقية على امتداد مسافة 28 كيلومتر. إذا تم تدشين هذا الجزء من طريق السيار هذا صبيحة اليوم، وسوف يسلم للحركة المرورية، واللي يعتبر إضافة نوعية هامة جدا بالنسبة لشبكة طرق السيارة في الجزائر. ويعتبر هذا الطريق هو بمثابة الطريق الدائري الرابع لمدينة الجزائر ولولاية الجزائر بصفة عامة، رغم أنه نوعا ما بعيد على 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 مدينة الجزائر بحوالي 80 كيلومتر، إلا أنه يعتبر يعني بيريفيريك لمدينة الجزائر، طريق دائري لمدينة الجزائر، إذن الذي يمتد على مسافة 280 كيلومتر. والأجزاء أخرى من هذا الطريق راهي قيد الأشغال، إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.